وتناسب. نعم. اليوم ها؟ الدجاج الوضع الدجاج اليوم تعرف اخ قبل نهايه الشهر تو الدجاج بس بعد ان شاء الله الرواتب نشتري لحم والله لبان ابشر والله طلبك ان شاء الله غير منفذ باذن الله. طيب قول له يلا يا عبد حق تقول لي يا اخوي اعطونا طاسه بروح احلبكم حليب طاسه ما في جوال ما في ابي اقول جيبوا لي طاسه طوس ما في تبغى ايش انت انا بحلب النشام ما بلي طاسه يا محمد. طيب شباب في طاسه انت طلبك صعب انت صعب طلبي صعب هي يبغى طاسه. طيب اعطوني انت ليش جالس انت ليش ما طيب تبغى طاسه انت صح؟ نعم انا ابغى طيب طاسه. انت متسابق انت معنا؟ انا والله طال عمرك متسابق معكم دائم ان شاء الله دائم. طيب ايش رايك انا انت تبغى اليوم تكرمنا بحليب؟ اي والله بعطيك الحليب. ممتاز. شرب السعد راسك السعد والله انك وافي وانك تهدل بالعلى قولته. لكن ليش ما تتحرك الان مستويس وتروح تشوف لنا طاسه؟ ترى في فريق انتاج كامل شوف لنا طاسه واحلب للناقه واحلب الناقه وتعال. جيتهم انا جيت توهم قالوا لي فريق الانتاج كل يوم نعطيه ما في فايده. من يقول لك يعطونك وش اعطيك اسم يا طه؟ ما اقدر اعطيك اسم. شوف لنا طاسه وشوف لنا حليب. الله يرحم والدك يا عبد الله عطنا طاسه ولا يا اخي منيب انت ترمي اسماء هذول يعملون فنيين في الكنترول انت تدور طاسات عندهم. حبيبي والله الله يديمك. اقول لهم اعطونا طاسه بس يا اخي. وش اللي يقول لهم انت جالس في مجلس انت في برنامج انت مو معطينك طاسه؟ اعطوني جوالك خليني ما جوال كيفك كلم برصيدك. هات بس رصيدي. انت ما قالوا لك وقع على برنامج العقد؟ طيب يعني بدون جوال اموت ما اكلم يعني؟ ما كيفك هات حر مالي يا ابن حلال. خلاص كلم اليوم برصيدك. يلا وين كيف وين ابغى اكلم الحين. طيب الان روح عند الاعداد قول اعطوني برصيدي. يعني ما في من تحت رصيد ما هو. ويقول وين الطاسه اللي معطيك اياها عبد الله امس وينها؟ ما اعطاني عبد الله. يعني يكذب الاعداد؟ ما اعطاني. ها ما اعطاني. حقك ما اعطاني. طيب نشوف محمد اليابسي. محمد اليابسي وانت تقطع الدجاج اكيد تحركت عندك مشاعر تحرك شعور طرى في بالك نغمات كذا.